منيا غلام نائبة برلمانية. أولا أنا كنشكر المعهد الاستراتيجي المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية على هذه المبادرة، لأنه فعلا احنا اليوم في حاجة ملحة إلى النقاش حول تنزيل الوثيقة الدستورية في جميع مجالاتها، وخاصة فيما يتعلق بالمجتمع المدني اللي هو كيأسس للديمقراطية التشاركية في بلادنا بمنطق مؤسس، لأنه هي مكملة كما نعلم للديمقراطية التمثيلية، وما يمكن إلا يكون عندها وقع كبير ومهم على معيش المواطنات والمواطنين، بحيث انه غادي يسمح لهم بشكل مباشر انهم يشاركوا لا في العمليه التشريعيه ولا في عمليات مراقبه العمل الحكومي والعمل المحلي داخل الجهات وداخل المؤسسات المنتخبه. وبالتالي هذا عمل كبير، وهنا اليوم كنستمعوا لجميع الحساسيات السياسيه والاجتماعيه والمجتمعيه، وكيخلينا نتبادلوا وجهات النظر، وكيخلينا اننا نعمقوا النقاش باش نخرجوا بواحد القوانين تنظيميه وبواحد ترسانه قانونيه اللي غادي تكون كفيله بانها فعلا تاسس للديمقراطيه التشاركيه حقيقيه اللي كنرجوها في المغرب، واللي كاينه في تجارب اخرى واللي ادت الاكل ديالها، واللي كنتمنوا انه اليوم ان حنا كتجربه مغربيه تادي الاكل ديالها، خصوصا وان حنا عندنا مجتمع مدني فعال ويشتغل بروح مواطنه عاليه، ولكن مازال هذه الامور ديال الديمقراطيه التشاركيه غير مؤسسه. دستور 2011 كان سباق انه يشير لها بفضل جهود المجتمع المدني، لانه هو اللي خلال المرافعات ديالو امام اللجنه الملكيه حفز هذه اللجنه انها ترفع توصيه انه المجتمع المدني يتدستر، وفعلا دستر المجتمع المدني واليات المراقبه والتشريع. وكنتمنوا انه هذا الورش فعلا يدي الاكل ديالو، كنتمنوا ان الحكومه تفاعل وتكون عندها روح ديال الاشراك ديال الجميع وجميع الحساسيات، باش لانه هذا ديال ورش المغرب وما هو لا ديال المعارضه ولا ديال الاغلبيه. شكرا.